15 شهر 3 قررنا نتنقلوا لبنيرزين. بنيرزين هي واحد منطقة جات بعيدة على باب برد، فيها واحد المناظر هائلة. باش نطلعوا لواحد قمة جبل عندهم تما مسمي جبل بنيرزين. كيف ما كتشوفوا واحد المناظر هائلة هنا. هاد الصباح فيقنا ارتاحنا، من بعد غادي نعملوا فطور ديالنا عادي. بصراحة ديك الناس الله يعمرها سلعة تهلاو فينا، واحد الناس ديال الجود والكرم. كان لحد الساعة الأمور عادية، بلان ديالنا كما هو أن نخرجوا وغادي نطلعوا قمة الجبل. باقي لحد الساعة هنايا في الطريق، هنايا خرجنا وماشيين شابرين الطريق. كما كتشوفوا الشتا، واش كاين شي واحد كيطلع للجبل في الشتا؟ لا، حنايا طالعين فيه. علاش؟ لأن عاملين بروغرام ديالنا. هنايا طالعين والجو كيزيد يكفاس كيزيد يكفاس كيزيد يكفاس، شوية بشوية كيصفى. كيف ما كتشوفوا تبارك الله على مناظر هائلة، مرة كيصفى مرة كيتغيم. بالحق منظر ينسيك في منظر. لحد ساعة كل شيء عادي، كل شيء مزيان ماشي. كما قلت لكم هنا الضبابة بدأت كتنزل، يعني الجو مرة كيكون مزيان مرة كيخيب، كينزل معه الريح وكذلك الشتاء. الطريق اللي كانت معدبة شويش والطراجي اليوم معدب شي حاجة. هنا عاد توقع لي أكفس لحظة في هاد الخرجة، عنطح وطحت لي ستابيليزي من يدي وتهرست. والطيحة ما كانتش طيحة سهلة، طيحة كبيرة بصراحة. بقى فيها الحال على ديك بياسي اللي سرست، بحق ماشي مشكل. كملنا الطريق ديالنا وهنا وصلنا قمة ديال جبل بنيرزين. هنا جالسين بصراحة مناظر نساوني في ديك الطيحة، وخا تقصحت نساوني في ديك البياسة اللي ترست لي مناظر هائلة. كتحس براسك انك فوق السحاب، انت واقف فوق السحاب. انا الاصدقاء ديالي كانوا هنا كيصوروا. بصراحة بلاكا باقي شويش مكرفصة شي حاجة. هذا هو جبل بنيرزين. هنا كيف ما كتشوفوا ساعد، علاش؟ لانك انت وصل واحد الصومي اللي عالي بزاف. كذلك هنا يقضينا واحد التصاور، تصورنا كل شيء. لحد ساعة هنا كان باقي مزيان، كل شيء لحد ساعة هنا كان كل شيء على ما يرام. صورين كان ضحكو نشطاني. هنا قررنا أنه نمشي. كيف ما كتشوفوا هنا بزاف ديال الكنوزة اللي زولوهم هاد المطاع هذا. ما كنز واحد، ما جوج، ما ثلاثة، ما أربعة، بزاف ديال الكنوزة. أنا كنسمي هذا الجبل د الكنوزة، بالنسبة لي اللي كنسميه جبل الكنوزة، لان مجبرنا واحد من جوج من ثلاثه من اربع. هنا قررنا عنا نهبطوا هنا اللي تكون اكفس ساعه في حياتنا. ومن هنايا بدينا باش نهبطوا. شبرتنا الضبابه، شبرتنا الشتا، شبرنا واحد التكرفيسه لا اله الا الله. المهم هبطنا تلفنا في الطريق. جوج الاصدقاء ديالي مشاو شبروا الشمال، انا شبرت اليمين، ولكن الغلط ديالي انهم قالوا لي تسنى انا هنايا نهبطوا نشوفوا الطريق ونرجعوا، باش ما نهبطوش كاملين، باش ما نتلفوش. انت كنخليوك بحال واحد بوط واقف كيتراسينا الطريق. انا مشيت اختصر الطريق، بغيت نختصر غير نشوف. صدقت راسي متوغل، بقيت كنجري 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 بدون نهايه. توغلت في الغابه، جري طيح نوض، جري طيح نوض، زلقت طيح ضرب رجلي. قسما بالله كنت كنقول هادي في نار، هدا الموت زعما. واحد قصة لا إله إلا الله. صافي واحد الساعة كنت عن استسلم، صافي قلت هذه هي الموت. هنا تكون الموت، هنا يكون في نار. مع ذلك شربت شويش ديال الماء ونط، والتليفون مدي شارجي أصلا، الريزوم ما كاينشي. بقيت كنجري ونطيح، نجري ونطيح، نجري ونطيح، ولكن الحمد لله أنني جلس وفكرت شي حاجه، ان نقدر نخرج من هنايا، انا قادر نخرج من هنايا. طلعت، بقيت كنطالع، ما بقيتش كنهبط بحالي غنهبط باش نهبط بحالي، لا، بقيت كنضرب العكس. طالع طالع طالع، سبحان الله العظيم تبان لي واحد الحجره صفراء كبيره. طلعت ليله، يعني كانني مشعبق فيها، ما طلعت ليش باش ندور لها من الليل، لان الشجر بزاف والشتا كطيح وتكرفيسه وتفزقت. طلعت مشعبق فيها، ملي طلعت من تما كيبان لي غير الضبابه، ولكن كنت متاكد انا ديك الضبابه واحد الساعه غادي تصفى، واحد اللقطه غادي تصفى. بقيت جالس فوق ديك الحجره وهي تصفى ديك الضبابه. ملي صفات راسي الطريق ديالي كيفاش عامله، وهبطت فوق ديك الغابه وبقيت كنجري 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 ونطيح ونوض، ونجري نجري نجري ونطيح ونوض، ونجري نجري ونطيح.
ما حسيتش بديك الطيحات، ما حسيتش بديك الحريق، ما حسيت بوالو حتى خرجت من الارض اللي محروته ديك الساعه. قلت الحمد لله انني وصلت. تما بقى كيبانوا لي الديور، تما بقى كيبانوا لي انتاحات، وبقيت ماشي بشويه بشويه حتى قربت نهبط وما يخرجوا لي الجرى. ثلاثه ضد الجرى مسعورين، والجرى ديال الجبل ديال الجبوله، ماشي هما الجرى ديال المدينه. كل واحد مين دايز لك، ما كت شي حاجه ما كتصورش بصراحه. بقيت عليهم بالحجر، بقيت عليهم بالحجر حتى خواو لي الطريق ديالي، وهبط بحالي وهبط نقع. بديت كنشوف الناس، عاد قلت الحمد لله يا ربي كان غيكون فينار ديالي هنايا في الجبل هذا. وهذه هي القصه ديالي في جبل بنرزق.